يتوجه اللبنانيون يوم الأحد المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، إلا أن تحديات عدة تواجه هذا الاستحقاق في ظل الانهيار الاقتصادي المتواصل والتوتر السياسي بين مختلف القوى السياسية والقدرات المتواضعة للسلطة المنظمة ليوم الانتخابات، والتي لجأت إلى المساعدات المالية الدولية لتأمين معظم متطلبات هذا اليوم. الكهرباء وهي إحدى أبرز هذه التحديات سيتم تأمينها من مولدات الاشتراكات طوال اليوم الانتخابي بسبب الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي عن كل المناطق اللبنانية. طبعا في تحديات لوجستية وفي تحديات إدارية وفي تحديات أمنية. على صعيد التحديات اللوجستية واضح أنه موضوع تأمين التيار الكهربائي خلال عملية الاقتراع وخلال عملية الفرز لحتى الآن غير محسومة. قد نذهب باتجاه عملية ضغط أو تخويف أو ترهيب للمعارضين وربما للناخبين اللي بدهم يوصلوا لصناديق الاقتراع بظل هذا الظرف الأمني وعمليات التهديد والترهيب. إجراء الانتخابات يتطلب آلاف العناصر الأمنية من جيش وقوى أمنية معظمهم مرهقون بفعل الأزمة الضاغطة وتدني رواتبهم، إضافة إلى طاقم إداري ضخم للإشراف على عمليات الاقتراع وتأمين عملية التصويت. نقل الصناديق تاريخيا في لبنان تشوبه مخاطر التزوير والتدخل في الأوراق المطبوعة هذه المرة سلفا والتي يمكن العبث بها باتجاه أو بآخر، وهذا بالفعل يتطلب دراية أمنية أكبر وإشراف قضائي أعمق وتتبع من قبل وزير الداخلية شخصيا لهذه الصناديق حتى لا تحصل الفضائح التي نعرفها دوما في لبنان. وتبقى المخاوف الأساسية من حصول إشكالات أمنية قد تعرقل سير العملية الانتخابية في ظل توتر سياسي غير مسبوق. يقول وزير الداخلية إن الانتخابات ستمر بنجاح، لكن الظروف المحيطة بهذا الاستحقاق من كل النواحي تطرح الكثير من علامات الاستفهام وسط مخاوف حقيقية من حصول عراقيل وعقبات عدة يوم الأحد المقبل. سلمان العندار، سكاي نيوز عربية، بيروت.